التفاصيل ينضم إلينا مراسل الغد من واشنطن سهيل الشاعر. سهيل. نعم أحمد، يمكن أن نقول أن قضية أزمة السلاح لا تزال تتفاعل هنا في الولايات المتحدة منذ إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في بافلو في نيويورك في السوبر ماركت، حيث قام شاب أبيض بالذهاب إلى حي للسود وأطلق النار داخل المتجر الغذائي، وبدأت تطلق النار على الناس هناك عشوائيا لأسباب عنصرية، ومن ثم تفاعلت ذلك بشكل أكبر عند إطلاق النار داخل المدرسة في يوفالدي بتكساس، وأخيرا كان يوم أمس حيث تم إطلاق النار داخل مستشفى في تلسا في ولاية أوكلاهوما. كل هذا أدى إلى تفاعل أكثر وتصاعد أكثر للأصوات المطالبة بعمل شيء ما للحد من فوضى السلاح في الولايات المتحدة، وهذا ما أراد الرئيس الأمريكي أن يعبر عنه في هذه الكلمة التي ألقاها أمام الأمريكيين. الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة أن يكون هناك رفع للحد الأدنى للسن الذي من مسموح له اقتناء السلاح بشكل خاص السلاح الهجومي، وأكد على ضرورة العمل بشكل مكثف أكبر للتعامل مع الحالات النفسية وإجراء الفحص الجنائي لخلفيات الأشخاص الذين يتقدمون لطلب الأسلحة. وهذه النقطة المهمة التي يمكن أن أقول أنها لفتت انتباهي في هذه الكلمة، عندما تحدث عن مجلس الشيوخ وقال إن لكي يتم عمل شيء ده لابد أن يكون هناك تعاون من الجمهوريين، والجمهوريون يرفضون حتى مناقشة هذه القضية، ليس يعني ولا حتى طرحها على يعني على التصويت. لا. هم يرفضون أي فتح ونقاش لهذه النقطة، وأشار إلى أن الأمريكيون يمكن للأمريكيين أن يقوموا بشيء ما حيال ذلك من خلال الانتخاب وتحويل هذه القضية إلى قضية انتخابية. أحمد، نحن في عام أو هذه السنة سنة انتخابية، هناك انتخابات نصفية ستحصل في الولايات المتحدة بعد 5 أشهر من الآن في شهر نوفمبر المقبل، وكل التكهنات كانت تشير إلى أن الحزب الديمقراطي سوف يمنى بخسارة كبيرة وسوف يفقد السيطرة على مجلس الشيوخ ولربما على مجلس النواب كذلك. ولكن إذا ما تم استخدام هذه القضية بشكل أكبر، وهذا ما يعني لمح إليه الرئيس الأمريكي في هذه الكلمة، إذا تم استخدام هذه القضية بشكل أكبر فيمكن حشد يعني الكثير من المصوتين والمقترعين وراء هذه القضية لحل أزمة السلاح الفوضوي هنا في الولايات المتحدة، والتي تكبد الولايات المتحدة عشرات الضحايا شهريا. نعم سهيل الشاعر مراسل الغد من واشنطن، شكرا لك.